صباح الفل، عاملين ايه؟ الوقت ده من كل سنة بتبقى الشوارع كلها مليانة احتفالات، مليانة مسارح، كل مكان فيه احتفال، بس السنة دي بسبب فيروس كورونا كل حاجة وقفت، مفيش احتفالات. يلا بينا نشوف السنة دي ايه التغيرات اللي حصلت فيها بسبب أزمة فيروس كورونا. معظم الأسئلة اللي جات لي أنا رديت عليها، وفي أسئلة جات لي على الانستجرام لسه ما جاش وقتها إن أنا رد عليها، لأن معظمها متعلق بالسفر، وزي ما قلنا البلد هنا لوك داون وكل حاجة قافلة، وما نعرفش إيه اللي هيحصل بعد ما أزمة كورونا تخلص. في شارع من الشوارع اللي كانت دايما كل سنة من 15 ديسمبر بتبدأ الاحتفالات هنا، من 15 ديسمبر لحد آخر شهر واحد. زي ما احنا شايفين دلوقتي مفيش أي مراسم للاحتفالات ومفيش أي حاجة خالص، آخرهم السنة دي حطوا نور في الشوارع وبس كده. هحط لكم في صندوق الوصف روابط للفيديوهات اللي صورتها الكريسماس اللي فات. طبعا لما بيعملوا احتفال او اي حاجه الناس كلها بتنزل في الشارع وبتبقى زحمه، فالسنه دي بسبب كورونا لغوا الاحتفالات كلها عشان تجنبا من انتشار المرض، والدوله قالت الفلوس اللي احنا بنعمل بيها الاحتفال كل سنه هنساعد بيها الناس اللي تضررت من فيروس كورونا. بس ده ما يمنعش برضو ان الشوارع كلها عملوها زينه وانوار والكلام ده كله، بس انا بتكلم على فلوس الاحتفالات اللي هم بيعملوا بيها المسارح والانوار ومعدات الصوت والكلام ده، كان بيكلفهم كل سنة مبالغ كبيرة، فقالوا المبالغ دي هنسقعد بيها الناس. طبعا بسبب حظر التجوال اللي مفروض من الساعة 9 مساء الواحد ما بيقدرش اللي هو ينزل يصور شكل الشوارع بالليل، بس شكل الشوارع بالليل جميل جدا وتحفة، هبقى احط لكم في اخر الفيديو الصور اللي نزلتها الدولة لشكل الشوارع. هنا في جورجيا الكريسماس عندهم اللي هو 7 يناير، مش زي احتفالات اوروبا اللي هم بيحتفلوا بيه 25 ديسمبر، لان هنا في جورجيا ارثوذكس شبه اليونانيين وشبه الارثوذكس بتوع مصر، لكن الكاثوليك هم اللي بيحتفلوا بالكريسماس 25 ديسمبر. دي معلومه برضو حبيت اقولها عشان الناس تبقى عندها علم بالاعياد اللي في جورجيا عامله ازاي وتوقيتها امتى. عندهم عادي اللي هو النيو يير اللي هو 31 ديسمبر، واللي هو الكريسماس او عيد الميلاد 7 يناير. الحاجه اللي عملوها استثنائيه عشان الاعياد اللي هم فتحوا المولات من فتره 24 ديسمبر لحد 2 يناير، بس فتحوها بشروط صعبه جدا، اعتقد ان محدش هيعرف يدخل يشتري اي حاجه، لان مثلا لو محل زي زارا مساحته 80 متر في المول، فكل 20 متر لازم يبقى فيها فرد واحد، يعني في ال 80 متر ده المفروض يدخل 4 اشخاص بس، وجايبين كمان في المول روبوت اللي هو بي
بيقيس لك الحراره وبيشيك عليك قبل ما تدخل. بس الموضوع زحمه بطريقه رهيبه من العربيات اللي بتبقى واقفه بره المول. في تباعد وفي كل حاجه واجراءات السلامه متبعينها. ومن اول 2 يناير الدنيا هتقفل تاني، بس حظر التجوال شغال كل يوم من الساعه 9 مساء زي ما هو. زي ما احنا شايفين احنا قدام المول اهو، والناس كلها واقفه طابور عشان تدخل المول. كان نفسي ادخل عشان حاطين فيه انوار وزينه جامده من جوه، بس زحمه الصراحه. والشارع بقى ابتدى يبقى زحمه. عايز اقول لكم ان الشارع زحمه بس محافظين على المسافه ما بينهم، وكل واحد ماشي لابس الماسك بتاعه. احنا دلوقتي في ميدان الحرية، وده امتداد لشارع روستافيلي. من اكتر الحاجات الجميلة المميزة اللي عاملينها السنة دي في شارع روستافيلي، وهم حاطين كل المعالم السياحية لكل دول العالم. يعني مثلا حاطين الاهرامات، حاطين برج ايفل، حاطين برج العرب اللي هو في دبي، حاطين برج الشيخ خليفة، حاطين كل المعالم السياحية اللي في جميع انحاء العالم. طبعا الناس كلها بتنزل هنا عشان الشجرة موجودة هنا بس، فبينزلوا يتصوروا ويتمشوا عشان الشارع ده حيوي. مش نافع على فكرة كريسمس بالماسك. ناخد شوت قوي بالدرون من هنا. العام ده مختلف عشان فيروس كورونا، والدولة خايفة تعمل حاجة عشان المرض ما ينتشرش. فرجتكم على الشوارع. ان شاء الله الفيديوهات الجاية جامدة كلها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.